أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اعلموا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخل معهم في حرب في هذا اليوم لانتصر عليهم. تأكد من دي، مش أنا اللي بقول، ربنا الآن قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. في الغزوة دي لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وقال سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو إنهم قاتلوا لانتصروا. 1400 على 7000. ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، واحنا هنجيب سيرة الحديبية لأن الله سماه فتحا. نزل في صلح الحديبية قول الله جل جلاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى مكة يطلبون منهم الإذن لرسول الله وأصحابه أن يدخلوا ليؤدوا العمرة محرمين ليس معهم إلا السيوف في أغمادها. سلاح العربي العادي اللي بيمشي بيه معاه سيف أو خنجر في جنب ماشي طول الوقت بيه، ده الطبيعي العادي. ورفضت قريش واستعلت وطغت وتكبرت وتجبرت. أيها الإخوة، لا أريد أن نخوض في التفاصيل، قصة طويلة جدا، لكن فقط الإشارة إلى بدأ الصلح. جاء سهيل بن عمرو، وأتوقف لمحة سريعة، لما رأى المسلمون سهيل بن عمرو يأتي مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال المسلمون: هذا سهيل بن عمرو ومعه عثمان بن عفان. قال رسول الله: هذا عثمان بن عفان ومعه سهيل بن عمرو. الإسلام يعلو ولا يعلى. ازاي تقول اسم سهيل قبل سيدنا عثمان؟ انا عايز اقول لك، انت اين غيرتك على الإسلام؟ أن تذكر في مساجدنا في هذه الأيام أسماء الكفار ويعتز بهم ويستعلى بهم. غيرتك على الإسلام، اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. ولا يعلى الاستعلاء والاعتزاز بالدين وبأسماء أهل الدين، إكرام أهل الدين، توقير أهل الدين. وإنني أسوق هذه في هذه الأيام لأن الحملة الإعلامية الشرسة القذرة التي حورب فيها الدين وأهل الدين آتت أكلها في أوساط عامة المسلمين. نحن نريد عملا جادا مهيبا لإعادة توقير الدين وتعظيم الدين وحب الدين في نفوس عوام المسلمين وأهل الدين، وحب أهل الدين وتوقير أهل الدين وعدم التجرؤ على الدين ولا على أهل الدين. بحاجة إلى عمل مهيب من أهل الالتزام وأهل الدعوة بالدعوة إلى الله
بالحكمة والموعظة الحسنة دون ذل ولا خضوع ولا تقديم تنازلات، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الإخوة، الإسلام يعلو ولا يعلى. اللهم أعلي راية الإسلام ومكن للدين ولأهل الدين. جاء سهيل بن عمرو ولما رآه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. لما قالوا سهيل قال قد سهل أمركم، خلاص ربنا هيسهلها، قد سهل أمركم. وبدأت المفاوضات ووصلوا إلى درجة كتابة العقد، كتابة وثيقة توثق هذا الاتفاق. وجلس سيدنا علي بن أبي طالب ليكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أنا لا أعرف من الرحمن الرحيم، بل اكتب باسمك الله. لاحظ أولا أنك حينما تكتب أو تقرأ أو تتكلم إياك أن تبدأ إلا باسم الله، حتى لو كان الاتفاق مع كافر أو فاجر أو منافق أو مشرك أو عدو. النهاردة أنا بلاقي بعض الناس بيتحاشى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يجيب آية أو حاجة يتشم منها ريح الدين. ليه؟ في التعامل مع هؤلاء المنافقين أو غيرهم أو المحادين والمعادين، ليه؟ اعتزازك بدينك وثقتك بأمر الله وثقتك بالنصر. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إعادة هذه الثقة تملأ قلوبنا. لو قرأت التفاصيل، ولعلها تأتي في درس قادم، إن لما سهيل بن عمرو اعترض وسيدنا علي بن أبي طالب قال والله لا أمحوها، مش هشيل كلمة الرحمن الرحيم، والصحابة حواليه لا تمحوها، والتاني يقول له إياك أن تمحوها، والتالت يقول ولمن أرضى الدنية في ديننا، والرابع يقول المنظر ده نفسه أرهب المشركين، رغم انها في الاخر الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم محاها، بس كان المقصود ان المشركين يشوفوا المنظر ده ويسمعوا الكلام ده. ولذلك سيد ثقيف عروة بن مسعود لما شاف المنظر ده رجع قال للمشركين ايه؟ قال لهم والله لقد اتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فلم أرى ملكا كملك محمد ولا عزا كعزه بين أصحابه، ولم أرى رجالا كرجال محمد. لا لا، ده عروة بن مسعود ده كان ابن أخوه المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قاطع طريق قبل الإسلام، فلما أسلم كان هو النوائب بيحرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة بن مسعود بص له كده وقال له اي غدر، كان سيدنا المغيرة قبل الاسلام خرج مع 12 لمصر، وبعدين اختلف معاهم رايحين سياحة فقتلهم، قتل ال 12، فكان لسه بيدفع ديتهم عمه. فقال له اي غدر، فلما شافه واقف على رأس النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحرسه، وعروة بن مسعود بيتكلم، وسهيل بن عمرو بيتكلم، والمفاوضات جارية، وسيدنا المغيرة واقف ايه ساكت. الواد ده ما يسكتش في المواقف دي، ايه اللي مسكته؟ ده عروة بن مسعود بيقول الإسلام
هي دي الدعوة اللي أنا بقول لكم عليها. الإسلام رباه. أدم واقف فوق رأس النبي يعمل إيه؟ ما يتكلمش إلا بإذن. أخلاقيات والآداب والقيم والأصول اللي افتقدها كثير من شباب المسلمين. الشاهد إيه؟ هذا من النصر وهذا من الفتح. أنا كنت أقول في غزوة أحد لئن كان المسلمون هزموا في غزوة أحد فإن الفوائد التي خرج بها المسلمين من غزوة أحد هي أعظم انتصار. أعظم انتصار، انتصار لا يقل عن الانتصار في أي غزوة من الغزوات. الانتصار العسكري، الانتصار في غزوة أحد كان انتصار نفسي وتربية. كذلك في صلح الحديبية ربنا سمى إيه؟ فتح. ليه؟ كانت الفوائد من الفتح ده فوائد عظيمة جدا. احنا لو درسنا وذكرنا واستخرجنا الفوائد وتعلمنا النهاردة زي نمشي بيها. انا كنت لسه بقول اول امس ان الدعوة دي تسير على سنن كونية ثابتة، سنن ربانية لا تتغير ولا تتخلف، ولن يستطيع احد حمل هذه الدعوة والسير بها الا اذا عرف هذه السنن وواكبها. ومن لا يعرف هذه السنن يخطئ. قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السياق ده مرتبط ببعضه، معرفة هذه السنن. لو عرفت السنن الكونية والسنن الربانية في صلح الحديبية كيف سار؟ ايه هو الانتصار والفتح في الصلح ده؟ تقدر تعمل النهاردة طريق زي ده للوصول الى فتح زي فتح مكة. بس الامر يحتاج زي ما قلت كده ان السنن تستمد من القرآن من الكتاب والسنة، لكن اسقاطها على الواقع لا يصح إلا لأهل العلم والخبرة. قلت احنا محتاجين في هذا الزمان في هذه الأيام إلى استنبات قيادات جديدة. خلاص عايز المشايخ الكبار يطلعوا حد جديد بقى ذو عقلية فذة، موهبة، شباب جديد ملهم. قلت لقد مضى عهد الرجل الملحمة الذي يجيد كل شيء ويتقن كل شيء ويقدر على كل شيء. نحن في زمن العمل المؤسسي، فريق متكامل. انتوا يا شباب بتعملوا ايه؟ انظروا الى صحابة رسول الله في هذا الصلح، صلح الحديبية. علي يكتب عزة، وأبو بكر يفهم عمر، وعمر يدني سيفه من أبي جندل ويقول له إنما دم أحدهم دم كلب. خلص يا عم، خلينا نخلص بقى في ليلتك دي، خلص خليها تولع. ده سيدنا عمر بيقول لأبي جندل. وأبو بصير يخرج إلى حرب عصابات على الساحل بعيدا عن شروط الصلح، وأم سلمة تشير على رسول الله لكي يتبعه الناس. كل واحد له دور وكل واحد له عمل، ده بيشير وده بينفذ وده بيعدل وده بيستدرك وده انت بتعمل ايه؟ لازمتك في الدنيا دي ايه؟ قدمت للدعوة دي ايه؟ خدمت التمكين بايه؟ فينك؟ بس قاعدين نتنطط على بعض ونقول ده ساكت وده ما اتكلمش وده عمل وده سوى. ما توريني انت فين وبتعمل ايه؟ هذا ما نحتاجه في هذه الايام، استنبات قيادات فكرية جديدة، تكون فريق بحيث هذا الفريق يقود
يقود. انت بتقول دول راحوا فين؟ يلا استلم قود انت وريني. هو ده اللي اسمر او خرج خرجنا به من صلح الحديبيه. خرجنا من صلح الحديبيه بحاجات كتير جدا، لكن انا مش عايز اطول عليكم الليله دي ليل الجمعه علشان نتكلم بقى عن صلح الحديبيه في نقاط 1 2 3 4 بالتفصيل. مش شرط بقى بني مجدول زي ما قال في المنطقه، يعني يبقى في 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 ابرواش، في المنشيه، في ناهيه، في كرداسه، في هيبقى ان شاء الله. واخوتي انا احبكم في الله، بس انا عايزك تطلع من كلمتين بتقول لي دول بحاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه توب الى الله، قول توبت، توب الى الله واستحي من الله لكي يختم على صحيفتك بالقبول. اهتم جدا بالامر ده، اهتم جدا. يا ترى صحيفتي لما بتعرض على الله ربنا هيختم عليها بيه؟ الامر الثاني اذا جاء نصر الله والفتح، كن على يقين ان النصر جاي في الطريق، بس انت اللي معطل، انت اللي حاطط طوب في الطريق، انت اللي قاطع القضبان بتاع القطار بتاع النصر. اصلح نفسك، ولابد من ان يكون امر التمكين للدين في عقلك شغل شاغل قضيه وهم. اريدك يا عم رضانة ان تتخلص من هم تحضير خطبه وتحضير درس وعدد الحضور، مش ده الموضوع. موضوع التمكين للدين ولأهل الدين، كيف يكون وماذا أقدم له. أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين.